مرة أخرى شرقية وغربية. اشتباك على خط تماس قديم في بيروت يحيي ذكريات الحرب الأهلية. حزب الله يشهر سلاحه في وجه تحقيق المرفأ وجعجع في حلبة التحدي. حلقة جديدة من المؤشر، أهلا بكم. أهلا من جديد. إذن انطلق حزب الله بحملة تهديد وضغط على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، بعدما أقدم الأخير على استدعاء وزراء وسياسيين أمنيين منهم من ينتمي لحركة أمل والحزب. التهديدات بدأت بخطاب لنصر الله إلى أن تطورت إلى اشتباكات عنيفة في الشارع مع حزب القوات اللبنانية، ما فجر قضية جديدة وتحقيقا آخر في البلاد التي أحيا أهلها قبل أيام الذكرى الثانية لثورة تشرين وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة. عمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي وما له علاقة لا بالحقيقة ولا له علاقة بالعدالة. منذ أن اتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله القاضي في تحقيق انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بالتحيز في العمل وتسييس القضية، بدأت محاولة اقتلاعه من مكانه من قبل الحزب ووزرائه وحلفائه. عقب التهديدات اتخذ وزراء الثنائي الشيعي موقفا ضد القاضي داخل مجلس الوزراء، مما أدى إلى شلل السلطة التنفيذية حتى الساعة، وبعدها استخدم الشارع للضغط أيضا، فانتهى المشهد باشتباكات دامية وسقوط قتلى وجرحى. قاضي بيطار شارف على اكتمال تحقيقاته أو الانتهاء من تحقيقاته، وبالتالي هو لن يسلم بمشيئة بعض الأطراف السياسية بأن يتوقف التحقيق أو يقفل التحقيق أو تقطع الطريق على معرفة الحقيقة. بتقديري اليوم القاضي بيطار مستمر بهذا الموضوع إلا إذا حصلت ضغوط سياسية أو لا سمح الله قوة قاهرة من خارج الأطر القانونية أدت إلى إزاحة القاضي بيطار عن المشهد. ونحن بنعرف أنه هو تلقى تهديدات بالأمن من أحد مسؤولي حزب الله، وبالتالي أنا بتقديري بالمسار القضائي القاضي بيطار مكفى إلا لا سمح الله إذا حصل شيء غير مألوف. استدعاء القاضي بيطار لسياسيين وأمنيين مقربين من الثنائي الشيعي إلى التحقيق أدى إلى شرخ سياسي فاضح وانقسام في الآراء، وبدأ هؤلاء بحملة التفاف على القانون لمحاولة كف يد القاضي، فطغت السياسة على الملف وشوه مسار التحقيق بحسب المتابعين. فكيف يعلق أهالي ضحايا الانفجار؟ كان في محاولة تسييس من حزب الله أنه يا بيطير التحقيق يا في قوة بالشارع بدها تنزل، فلا زبطت معه ولا ها ولا ها. اللي صار انه بقي القاضي بمحله، جربوا بالحكومه يفرطوا التحقيق كمان مش قادرين. في عائلتين او ثلاثه يمكن هن من العيال الطائفه الشيعيه الكريمه، ضغط على الحزب بمناطقه وخليهم يعملوا فيديوهات ضد القاضي بيطار بمحاوله انه يشقوا الراي العام. كمان هذه الشغله مش عم تزبط، ونحن كاهالي ما عندنا شيء ضد ولا حدا، يعني بالسياسه نحن نحكي قانون، انه اللي بيسميه القاضي نحن ضده. مسابع حزب الله هو حاطط القضيه قضيته الاولى، نسي اسرائيل نسي كل شيء، صار قضيته القاضي بيطار، ونحن اكيد لنا حق مثل ما هو عم بيحارب القضيه نحن ندافع عن القضيه بالطرق القانونيه والمنطقيه. يحاول حزب الله اليوم ضرب ما تبقى من استقلاليه في السلطه القضائيه وحرمان اللبنانيين من معرفه المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت ومن ادخل شحنه نترات الامونيوم القاتله. تنشغل السلطة السياسية اللبنانية وفي طليعتها حزب الله بمحاولات طمس حقيقة تفجير مرفأ بيروت متجاهلة هموم الشعب المعيشية والاقتصادية، في حين يطالب أهالي الضحايا بالإجابة عن سؤالهم الوحيد: من قتل أولادنا؟ لتلفزيون سوريا، نور طوق، لبنان. حول هذا الموضوع نرحب بالصحفي والمحلل السياسي طوني بولس مباشرة من بيروت، معنا أيضا المحلل السياسي فيصل عبد الساتر من بيروت،
ومعنا ريشار قيومجيان مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ووزير سابق للشؤون الاجتماعية، وسينضم لنا لاحقا أيضا دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية مباشرة من باريس. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع أستاذ ريشار. أستاذ ريشار، إذا أردت منك كلمة واحدة لوصف خطاب نصر الله، ماذا ستكون هذه الكلمة؟ تبريرات للمأزق الذي وضع نفسه فيه. طيب، لأنه نعم، إذن تبريرات ورسائل أيضا في حزب القوات، كيف استقبلتم هذه الرسائل؟ كيف فهمتموها؟ الحقيقة هو حاول تبريره هو أنه طرح معادلة، وهالمعادلة يعني في قمة الطرح كانت يوم الخميس، طرح إما السلم الأهلي إما رأس المحقق العدلي. هنا لب الموضوع، لأنه منذ حوالي الأربعة أشهر كان السيد حسن يعبئ ويهدد ويوجه التحقيق باتجاه أنه هذا التحقيق مسيس، وهذا التحقيق يجب أن يتوقف، وهذا القاضي يجب أن يتخلى عن هذا الملف. طبعا في تهديد، يعني في كان توجيهات عبر خطاباته، وصولا الى يعني وصول النبره الى سقف عال، وصولا الى تهديد مباشر من قبل المسؤول الامني وفيق صفا اللي نزل على قصر العدل وهدد القاضي وهدد مجلس القضاء الاعلى، وصولا الى استعمال الشارع. للاسف يعني استعمال الشارع كانت له محاذير، وادى هذا التحرك الى ما ادى اليه. طيب، وبالتالي هنا المشكله بهذه المعادله الفاشله التي طرحها حزب الله، وهي اما راس المحقق العدلي او تهديد السلم الاهلي وحرب اهليه. طيب، وكل قضيه هذا. المرفا قضيه المرفا قضيه وطنيه عامه اصابت نتائجها العديد من البيوت في بيروت، لماذا في حزب القوات تضعون انفسكم في مواجهه نصر الله في مقابل هذه الانتقادات؟ نحن مصرين على التحقيق، لانه هذه منطقه يعني لها رمزيتها بالنسبه لنا. هذه منطقه بيروت، يعني نصف بيروت تدمر، هذا موقفنا المبدئي. ما يعني ما لنا رده فعل على مواقف حزب الله. نحن من اول يوم نادينا بابعد من تحقيق محلي، نادينا بالتحقيق بلجنة تقصي حقائق دولية، ولما لقينا أنه التحقيق المحلي يعني في حد أدنى من المصداقية، بالعكس دعمنا التحقيق المحلي. وبالتالي لا، موقفنا بما يخص المرفأ ما له علاقة، ما له ردة فعل على حزب الله. بالعكس، نحن نستغرب لماذا هالاستشراس عند حزب الله، وهالاستعداء الكبير للتحقيق يلي ماشي، ولم يتهم بعد المحقق العدلي أي من كادرات أو من عناصر حزب الله. وبالتالي تبرير الأمين العام بآخر خطاب له حول التحقيق كان ضعيف جدا. طيب، ما عرفنا يعني يا بده إياه يكفي أو ما بده إياه يكفي، ما بعرف. طيب أستاذ ريشار، في الخطاب أثناء الخطاب نصر الله قال اكتب عندك، وذكر عدد العناصر التابعة لحزب الله 100,000 عنصر. هذا تهديد، تلويح بحرب أهلية؟ كيف تقرأ القوات الذكر هذا، ذكر عدد العناصر التابعة لنصر الله؟ طيب، دعيني أقول لك شيئا. أول شيء، نحن لسنا هواة حرب أهلية. نحن منذ 2005، منذ انتهاء الحرب، منذ العام 90، سلمنا سلاحنا طوعا أملا بقيام دولة لبنانية، وبالتالي نحن أبعد ما يكون عن الحرب الأهلية. كل أدبياتنا، كل خطابنا السياسي، كل مشروعنا السياسي بعيد كليا عن الحرب الأهلية. هل أخافنا السيد حسن؟ كلا، قطعا لا، لسبب كتير بسيط. نحن يا سيدتي، لما كان النظام السوري عنده 40,000 عسكري بدباباته وبنظامه الأمني، لم نخف منه. فبدنا نخاف هلا من حزب الله ايا يكن عدد المقاتلين. طيب، يعني اسمح لي استاذ ريشار، يعني في ظل ما تتحدث عنه من التمسك بالسلم الاهلي، لكن انتم متهمون
بنصب كمين للمتظاهرين، متهمون بالتواصل مع جهات خارجية، مع سفارات خارجية، كيف ترد؟ قطعا لا، يعني لا، ما عندنا تواصل، لا لا، نحن لسنا أدوات أحد يا سيدتي. نحن هذا مشروعنا السياسي منذ من 30 سنة، وكل اللي معك ضيوفك بيعرفوا تماما موقفنا المبدئي من حزب الله وسلاحه وانتهاكه للسيادة وكل هول. إلى جانب موقفنا الثابت من حزب الله، أكيد يعني على لسان وزير الداخلية وزير الدفاع، لا في كمين ولا في قناصة، في ردة فعل عفوية طبيعية من أهالي من سكان هذه المحلة يلي فاتوا علي هودي مثل ما قالهم بالعادة بفوتوا. طيب. ونداءات طائفية مقيتة، استعمال السلاح، تكسير السيارات، تكسير مداخل المنازل، إطلاق النار في الهواء، كل لكن هذه لكن العمليات. لكن القتلى، اسمح لي أستاذ ريشار، هم من جهة واحدة، من حزب الله ومن حركة أمل، بالتالي هذا ألا يشير أصابع الاتهام إلى جهة معينة؟ اطلاقا لا، قلت لك هذه ردة فعل اساسي، هم المعتدون، هم اللي اتوا، مش نحن رحنا على الضاحيه ونادينا ماروني ماروني وحسن نصر الله عميل ايراني، ما لم نذهب الى الضاحيه، هم اتوا وشتموا واستفزوا واطلقوا الرصاص. هلا مش بالضروره يعني المعتدي انه اللي عم بيدافع يروح منه قتله، يعني هيدي مش ستي وستي مكرر العمليه، مش بيموت ستي اسلام بيموت ستي مسيحيه يقبلون، في معتدي وفي مدافع عن كرامته وعن عرضه وعن منازله. طيب بكل بساطه في كلمه اخيره استاذ ريشار قبل ان انهي. نعم. معك غدا هناك كلمه متوقعه لرئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع، ما الذي سيقوله سمير جعجع؟ هل سيصعد؟ هل سينحو الى التهدئه بعد خطاب نصر الله؟ نحن ليك بما يخص التهدئه والتصعيد، هلا بالسياسه كل شيء مباح، فينا نحكي بالسياسه اللي بدنا اياه، اكيد الدكتور جعجع رح يوضح موقف القوات وثوابتها وحقيقه ما جرى في ذلك النهار. طيب. نحن يعني اتكلنا بالاولا واخرا على الجيش اللبناني، على المؤسسات الشرعيه لضمان السلم الاهلي ولضمان السلم في لبنان، اكيد رح يوضح، اكيد رح يكون له كلمه سياسيه، وأكيد النبرة معروفة، المواقف ثابتة، سيوضحها وسيؤكد عليها وسيوضح ما جرى في ذلك النهار. طيب إذا ننتظر كلمة رئيس حزب القوات سمير جعجع ريشار قيومجيان، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ووزير سابق للشؤون الاجتماعية، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن بالانتقال إلى ضيوفي الآخرين، أرحب بداية بالأستاذ فيصل عبد الساتر. أستاذ فيصل عبد الساتر، كما قال ضيفي ريشار، سقف عالي، نبرة عالية من التهديدات، هذه التهديدات طالت فقط جعجع أم أنها استهدفت أيضا قائد الجيش اللبناني ورئيس الدولة أيضا رئيس الجمهورية؟ مساء الخير إليك وضيوفك وكل المشاهدين، وشكرا لهذه الاستضافة. كنت أتمنى أن يبقى معنا مع الوزير كيومجيان لكي نتناقش سويا، بما أنه ختمت معه سوف أجيب على الأسئلة التي تفضلت بها. طبعا يعني في استعراض لخطاب سماحة السيد نصر الله بعد الخميس الأسود 14 تشرين أول وسقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى، بالتأكيد كان يريد أن يفند كل الذي جرى في سياقات ما قبله وفي سياقات اللحظة التي نعيش، وربما أيضا في إشارة إلى مستقبل وقادم الأيام، في أن المشاريع في لبنان هي ليست مشاريع لها علاقة باللحظة التي وقعت فيها هذه المجزرة أو هذه الحادثة، وإنما له علاقة بمواقف سياسية منذ أمد يعني غير قصير، تستمر القوات اللبنانية في إطلاق مواقف من شأنها أن تأخذ البلاد إلى هذا النوع من التوتر، بصرف النظر الآن عن اللحظة التي وقعت فيها هذه المجزرة، من الذي استفز الآخر وكيف حدثت ولماذا إطلاق النار ولماذا الشتائم، من جاء عند من، كل هذا يبقى تفصيل على المشهد الأساسي الذي له علاقة باستمرار عناوين المواجهة السياسية تحت عنوان أن القوات اللبنانية تريد دائما
أن تكون في لكن أستاذ فيصل، من الذي بدأ بهذه المواجهات التي تشير إليها قبل مظاهرات الطيونة واشتباكات الطيونة وما حصل هناك؟ كان هناك خطاب واضح من نصر الله، إما تنحية القاضي طارق البيطار وإما السلم الأهلي بشكل واضح، وهذا ما جرى فعليا بجلسة الحكومة. أبدا، أنت تستعرضين ما بعد الخطاب، نحن نتحدث عما قبل الخطاب في حالة التحشيد الدائم. لا أقصد ما قبل الخطاب، الخطاب الذي سبق المظاهرات التي حصلت في الطيونة واجتماع مجلس الوزراء الذي حصل قبل الطيونة أيضا. نعم صحيح، اجتماع مجلس الوزراء من حق الوزراء أن يدلوا بمواقفهم السياسية، لأن مجلس الوزراء هي المؤسسة التي تتخذ القرارات السياسية في البلاد، والاعتراض على ما يقوم به المحقق العدلي لم يولد في لحظة اجتماع مجلس الوزراء، وإنما منذ فترة غير قصيرة، وحزب الله وحركة أمل وباقي المتضررين الذين اعتبروا أن ما يقوم به المحقق العدلي طارق بيطار لا يودي إلى العدالة وإلى الحقيقة، ولا يعطينا حقيقة ما جرى في انفجار ملف بيروت، ولا يوصل إلى حقائق الأمور، بل كان مجرد استعراض واستهداف بوجهة نظرهما أو بوجهة نظر المتضررين، بأنه استهداف سياسي ربما يودي بنا إلى نفس المشهد الذي أودى بلبنان عشية اغتيال الرئيس الحريري في 2005. طيب. وبالتالي يزيد في قسمة اللبنانيين. أما أن السيد نصر الله تحدث، يعني العدالة تؤدي إلى مزيد من القسمة في الشارع اللبناني أستاذ فيصل؟ من قال أن كل سير هذا مسار عدالة؟ هذا مسار عدالة، لم تظهر التحقيقات بعد، يعني لماذا نفترض مسبقا أنها ستؤدي إلى انقسام الشارع اللبناني؟ يا سيدتي، يقال أن البعرة تدل على البعير وأثار السير يدل على المسير. طيب. فعندما تريدين أن تتحدثي عن جريمة بحجم الوطن، أنت لا تتحدثين عن مقتل شخص ولا تتحدثين عن اعتداء على منزل، تتحدثين عن جريمة هزت لبنان بأكمله وتعتبر رابع أكبر تفجير في العالم غير نووي، وسقط هذا العدد الكبير من الضحايا وتدمرت نصف العاصمة بيروت أو ثلث العاصمة بيروت، حتى يقال أن هذا السير الذي يسير به المحقق العدلي سواء كان المحقق الأول أو المحقق الثاني لم يسلك الطريق الصحيح، باعتبار أن هذا الأمر له طرق وله يعني مسالك. طيب. أستاذ طوني، أستاذ طوني، إذا القاضي الأول لا فادي صوان، عفوا اسمح لي بالانتقال إلى ضيفي طوني بولس، طوني بولس، لا فادي صوان ولا طارق البيطار سلكا الطريق الصحيح للعدالة كما يقول ضيفي أستاذ فيصل، المسألة مسألة استعراض استهداف لبعض الجهات السياسية من خلال قضية مرفأ بيروت، ما رأيك؟ يعني أنا برأيي أنه دائما عندما تتجه الأمور بعكس إرادة ما يسمى محور المقاومة تستحضر نظرية المؤامرة الكونية والحروب الكونية والحصار الدولي والاعتداءات الدولية وغيرها. كل ما يحدث في الموضوع أن يعني سلوك حزب الله يتهم نفسه أنه متورط في قضية مرفأ بيروت، وهنا اسمح لي أن أستنسخ أو أستعرض كيف استنسخ حزب الله تجربة اغتيال الرئيس الحريري ومقاومته للمحكمة الدولية حينها بما يجري اليوم ومقاومة التحقيقات في المرفأ. الجميع يعلم أن كان هناك شبهات في بداية الأمر تجاه حزب الله باغتيال الرئيس الحريري، وكون حزب الله كان متورطا في العملية فعليا قاوم بمختلف السبل، اعترف أن المحكمة هي محكمة إسرائيلية، أعلن أن المتهمون في القضية هم قديسون وأمن لهم الحماية من العدالة، انسحب من الحكومة اللبنانية حينها وعطل مسار الحكومة، وقام بكل ما يلزم من أجل تعطيل التحقيق، حتى عند صدر الاتهام من المحكمة الدولية بعد عدة سنوات يعني ذهب كان مهد الطريق لعدم اعتراف بقضية الحكم. اليوم السلوك نفسه ينتهجه بمواجهة قضية المرفأ، فمنذ البداية يعني أعلن أمين عام حزب الله روايته تجاه قضية المرفأ وسلك هذا النهج الموازي
بحاجة لأي تحقيق. أولا برأ إسرائيل من العملية، ثانيا انتهج نهج مقاومة أي تحقيق. عندما أتى أول محقق يعني وجهه ونصب له الكمائن وصولا إلى تنحيه في النهاية، ومن بعدها أيضا انتهج نفسه مع القاضي البيطار، إلا أن القاضي البيطار كان أكثر صرامة وأكثر عنادا في استمراره في هذه القضية، لذلك اتخذت هذه المواجهة هذا الطابع الشرس في وجه حزب الله. وحزب الله حاول استخدام كافة الأوراق لتطهير القاضي بيطار وعزله، بداية عندما يعني في النهاية وصل إلى حد تطهير الحكومة. نعم طوني، ألا يوجد هناك حق وشرعية للمعترضين على القاضي طارق البيطار؟ اليوم هناك أصوات من بين أصوات أهالي الضحايا تطالب طارق البيطار بالتنحي، إذن هو ليس مطلبا فقط لحزب الله إنما أيضا مطلب لجهات أخرى في لبنان. سيدة آلاء، بطبيعة الحال لكل متهم آلية للاعتراض على الأحكام والقانون، شرع هذا الأمر وهذا أمر من ضمن إطار القانوني وضمن إطار حقوق الإنسان، ولا أحد يعترض على الحقوق وال يعني المسائل القانونية للاعتراض. فالمحكمة نفسها تتضمن أطر للاعتراض على الأحكام والقرار الظني، يعني اليوم القاضي بيطار يمكن أن يصدر قرار ظني ويذهب به إلى المحكمة، بإمكان حزب الله وفريقه تقديم قرائن البراءة للمحكمة وبالتالي إثبات العكس يأخذون براءتهم. يعني لا يوجد يعني عملية أحكام مبرمة أو أحكام يعني تسمى ميدانية، يعني نتحدث أمام محكمة أو أمام قانون. لكن حزب الله لا يريد أي محكمة، يريد حزب الله تطير التحقيق بشكل كامل، لأنه على ما يبدو هو يعني المصالح تبعه يثبت ويؤكد يعني الاتهام الشعبي. اليوم الشارع اللبناني برمته يدرك ولديه شبهات كبيرة على حزب الله، والمسار الذي قام به يؤكد هذه الشبهة. أما بما تفضلت به حول الأصوات المعترضة بالأهالي الشهداء، نعرف جيدا أولا الناطق باسم الشهداء إبراهيم يعني الذي خرج عن الموضوع، فهناك ظروف كبيرة جدا تتعلق بتهديد ووعيد وتهديد بعائلته دفعته يعني لإعلان هذا الموقف الذي أعلنه أخيرا. ولكن أكثرية أهالي ضحايا مرفأ بيروت لديهم تجمع وأعلنوا باسم التجمع إصرارهم وتأكيدهم وثقتهم بالقاضي بيطار ورفضهم لكل المحاولات التضليلية المعاكسة التي يحاول ينتهجها الحزب. طيب، من خلال يعني أسماء معينة أو محاولة تفريق أهالي ضحايا المرفأ. لماذا لا ينتظر حزب الله المسار القانوني إذا كان يعترض على القاضي طارق البيطار، لكن هناك قرار ظني ثم بعد ذلك سيذهب نتيجة التحقيق إلى 5 من القضاء من المجلس العدلي؟ أستاذ فيصل، إذا كان هناك عدم ثقة بالقاضي طارق البيطار، أيضا هؤلاء القضاة لا ثقة بهم؟ أستاذ فيصل؟ طيب، بالعودة إلى دكتور خطار أبو دياب، أهلا بك مجددا دكتور خطار. دكتور خطار، ما الأسباب التي أدت إلى مشهد الطيونة برأيك؟ لماذا وصلنا إلى هنا؟ أحييكم وأحيي فريق العمل في قناتكم والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا. أهلا بك. يعني لبنان في وضع غير سليم، يعني على الأقل منذ الانهيار المالي والاقتصادي، وهناك احتقان وهناك أيضا سلاح متفلت، هناك سلاح بيد حزب الله تحت عنوان شعارات المقاومة والجيش والشعب، وهناك سلاح أيضا بفردي بأيادي أخرى في لبنان. لكن السبب الفعلي هو أن البعض تعود فرض رأيه على كل المستويات، وعند عدم حصول ذلك ليس هناك من استخلاص الدروس. أذكر أن هذا خط عين رمان الشياح كان الخط الذي اشتعلت فيه الحروب اللبنانية المتنقلة في العام 1975، وبعد ثورة 17 تشرين 2019 حصلت مواشاة، ويومها النساء من الجانبين حمت السلم الأهلي هناك. هذه المرة ومنذ فترة دوما هناك منذ حراك 17 تشرين تحركات لهالفرق السياسية
وأبرزها فرق حزب الله وحركة أمل عبر الدرجات النارية، عبر الوصول إلى بعض الأحياء. يعني هناك انطباع عند سكان بعض الأحياء بوجود ترهيب. هذا الانطباع صحيح أم لا؟ لكن أنقل أنا هذا الانطباع. ولذا هناك أيضا من قبل القوى الأخرى اعتراض على هذه الهيمنة، ومن هنا الكل يفكر أن في الأمر مؤامرة كبيرة وكمائن إلى ما هنالك. لكن ربما لو لم تمر المظاهرة من هذا المكان لما حصل. لو كان هناك أمن استباقي جيد من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي لما حصل ذلك. إذن هناك هذه الأسباب الموضوعية. في أيضا عندما نرى أن ما هو راتب الجندي في الجيش أو في الأمن الداخلي اليوم تحت $100، الوضع مأساوي في لبنان. لذلك هناك مسؤولية على الجميع، ومن هنا انفجر الوضع في الطيوني، لكن تم تطويقه، لأنني أعتقد ليس هناك من مصلحة لأحد في العودة إلى الحرب الأهلية وإلى لغة السلاح. حتى حزب الله نفسه المهيمن داخل الدولة والنافذ داخل دائرة القرار ليس له من هذه المصلحة. ومن هنا أظن أن الأهم هو العودة إلى الدولة وليس إلى شيء آخر غير الدولة. نعم. إذا كانت هذه القناعة موجودة كل شيء يصبح سهل في لبنان. نعم. أستاذ خطار، يعني لا أحد يريد الحرب، إذن كيف يمكن أن نفهم الرسائل التي مررها نصر الله في خطابه الأخير؟ 100,000 عنصر، تأدبوا، تعلموا من تاريخ حروبنا وحروبكم أيضا، كيف يمكن فهم هذه اللغة؟ يعني هناك بعض المرات يعني أشخاص يعتبرون أنفسهم في موقع من يعطي التكليف أو في موقع إرشاد. يتصرف السيد نصر الله بعض المرات وكأنه المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية، ومن هنا هو ربما يقصد من خلال كل ذلك لا تتجرأوا علي، اتركوني أفعل كما أشاء، وإذا لم أفعل كما أشاء أنا قادر على حسم الوضع. لكنه ليس بالقادر على حسم الوضع، لا هو ولا غيره. أثبتت التجارب أن الحركة الوطنية اللبنانية عندما فكرت بعزل الكتائب وبالتعاون مع الفلسطينيين حينها فشلت. وعندما حاولت القوات اللبنانية وكانت إسرائيل في الميدان فشلت. والآن لا يمكن لأحد في لبنان أن ينجح في الهيمنة. لبنان بلد بتركيبته، الغلبة تناقض تركيبته. ومن هنا لبنان هو بلد فعلي للتسوية المتجددة، ومن دون تسوية متجددة سيموت هذا الكيان اللبناني، سيزول هذا الكيان اللبناني. ولذا أعتقد أن المسألة فيها تهويل وفيها كلام معسول، وأيضا عند الفرقاء الآخرين ليس فقط عند السيد نصر الله. يعني البعض في لبنان بعض المرات يحن إلى الزمن القديم، وهذا خطأ كبير. نعم. إذا تهويل ومبالغة، نسيان الزمن القديم. نعم. والتفكير بزمن جديد، أن العنف لا يحل أي شيء في لبنان، وأن العودة إلى الدولة وإعادة بناء الدولة هو الأهم في لبنان. طيب طوني، هناك تهويل ومبالغة، وهذا أخذ على الكثيرين ممن تفاعلوا مع خطاب نصر الله الأول من حزب القوات وخطاب نصر الله الثاني بعد أحداث الطيوني، يعني بالحديث عن حرب أهلية وتهديدات، لكن الرجل أيضا استند إلى الدولة ومر على دور الجيش اللبناني. إذن ألا يوجد أيضا شحن وشد عصب للطائفة المسيحية من قبل خطاب حزب القوات اللبنانية؟ يعني دعيني أبدأ، لا هناك معتدي وهناك معتدى عليه. المسيحيون هم جزء من هذا الكيان اللبناني، لا يرغبون بطبيعة الحال أن تنزلق الأمور باتجاه أي حرب أهلية أو أي صدام طائفي أو سياسي، يرغبون بالعيش في إطار دولة ومؤسسات. هذا الأمر يتناقض كليا مع فكرة وجود حزب الله. يعني حزب الله نعلم أنه هو عبارة عن مشروع إيراني في لبنان، هو مشروع جزء يعني يريد تحويل لبنان إلى دويلة تابعة لي، لكن نصر الله يدافع عن المسيحيين، تابعة لي حسب خطابه طوني، هو من يدافع عن المسيحيين وهو الحامل الأساسي للوجود المسيحي في لبنان وسوريا أيضا حسب خطابه الأخير، كيف تنكرون عليه ذلك؟
يعني أنا لا أريد أن يعني لا أعتقد أنه خطابه يحمل الكثير من المغالطات ومن المحاولات البروباغندا. الخصم الأول والعدو الأول للمسيحيين هو الأفكار الإسلامية المتطرفة، فهذا الحزب بأفكاره الإسلامية المتطرفة هو عدو المسيحيين ويتناقض كليا مع فكرة العيش المشترك. ثانيا، المسيحيين في لبنان لا يحتاجون إلى من يحميهم، هم كيان قوي بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها وبالجيش اللبناني، فلا يريدون حماية من أحد بل يريدون حماية الدولة أسوة بباقي الفرقاء. والمسيحيين هم مكون وطني أساسي، يعني لبنان إذا نعود لتاريخه القديم أسس على معادلة وجود المسيحيين فيه، فلا يمكن لحزب اليوم لديه طموحات وأفكار جامحة أن يعود ويسيطر. ولأين يعني أستكمل فكرة أستاذ خطار الذي يعني تحدث عنها، في لبنان مر الكثير من الاحتلالات ولم يستطيع أحد انتزاع أو سحق أي يعني حتى هو من حارب داعش وهو من حمى المسيحيين من داعش قبل داعش. يعني سيدة آلاء، العثمانيين عندما كانوا في هذه المنطقة كان لمنطقة جبل لبنان استقلال معين، لأن حتى السلطنة العثمانية حينها لم تستطع فرض سيطرتها على جبل لبنان، وأتى بعدها الكثير من الاحتلالات من الإسرائيلي إلى الفلسطيني إلى السوري وغيره، جميعهم خرجوا مهزومين. اليوم حزب الله سينال المصير نفسه، سيخرج من محاولة سيطرتها على لبنان مهزوما ومطأطع الرأس. طيب، المسيحيين في لبنان كيان أساسي، إذا أراد حزب الله أن يواجههم سوف يرى 10 أضعاف ما رآه في عين الرماني. نعم. يعني ما رآه في عين الرماني هو جزء بسيط من إمكانيات المقاومة. الشعب اللبناني لن يرضى لمحاولات السيطرة عليه وادعاءات. نعم، عفوا على المقاطعة توني، لكن اتضحت الفكرة. المسيحيون جزء أساسي من المجتمع اللبناني، إذا فكر نصر الله في مواجهة المسيحيين مرة أخرى سيحدث المزيد، وهذا أيضا ما أشار إليه سمير جعجع في لقائه التلفزيوني أستاذ فيصل عبد الستار. لماذا يتصرف نصر الله وكأنه المرشد الأعلى وكأنه القادر على حسم الأمور في لبنان أستاذ فيصل عبد الستار، كما أشار ضيفي دكتور خطار وكما يشير أيضا توني؟ يعني المسألة ليست أيضا يعني كما يستعرض الأستاذ خطار ولا الأستاذ طوني، هذه العنتريات التي يعني يرفعها البعض الآن في مقابل لا شيء، يعني أنا أعتقد أنها شيء من الضعف وشيء من الاعتزاز بنشوة كان مفترض أن تكون في غير هذا المكان الذي حدث في لبنان. لا أحد ينتشي بقتل أحد من أبناء شعبه حتى لو كان هناك أي التباس أو أي خطأ حصل، وهذه المواجهة من أصلها هي مواجهة غير مطلوبة ولا أحد يسعى إليها. أما يعني الذهاب برفع شعارات أكبر بكثير من الواقع وتفسيرات ليس لها أي وجود إلا في ذهن من يتحدث بها، أنا أعتقد أنهم يريدون أخذ الأمور إلى هذا المنحى. ولو كان هؤلاء لديهم مثل هذه القوة التي يدعون بها فلماذا لم نراهم في مواجهة التكفيريين أو في مواجهة العدو الإسرائيلي وكان اللبنانيون جميعا؟ لكن من الذي تحدث عن عدد العناصر التابعة له وعن عدد الأفراد المسلحة التابعة له؟ حزب الله هو من تحدث عن 100,000 عنصر التابعين له المسلحين الجاهزين، هذه رسائل لمن أستاذ فيصل؟ لكن ماذا قال قبل هذه العبارة؟ ألم تسمعوا ماذا قال قبل هذه العبارة؟ أنه يريد أن يمنع الحرب الأهلية، يمنع الحرب الأهلية ويتحدث عن 100,000 عنصر. نعم، ويقول تأدبوا. نعم، ويذكرهم بالحروب السابقة. نعم تأدبوا، نعم تأدبوا، هذا من حقه في الخطاب السياسي لأنهم يريدون أخذ البلد. هذا خطاب سياسي أستاذ فيصل؟ نعم خطاب سياسي. عندما كان يشتم السيد نصر الله ليل نهار لم نسمع من هؤلاء أي كلمة اعتراض. عندما كان ينزل مناصرو القوات اللبنانية ومحاسبو القوات اللبنانية إلى قصر العدل ويشتمون السيد نصر الله ويشتمون حزب الله لم نسمع أحد يقول لهؤلاء ارتدعوا هذا معيب. أما السيد نصر الله قال إذا ما أردتم أن تتعاطوا بهذه الطريقة فأقول لكم تأدبوا وانضبوا كما انضبينا نحن. قال كما انضبينا نحن، في خلد انضبينا طيب، وفي عين الرمان انضبينا. هذا خطاب الضنين
بعدم العودة إلى الحرب الأهلية. البعض يرد على هذه الأحداث في خلدة وفي شوية أيضا بأن هذه المحاولات أصلا بدأ بها حزب الله من أجل فرض معادلة القوة على أرض الواقع. يا سيدتي أول شيء بدك تسمحي لي لأنه أنا نص الحلقة طار وما حكيت شيء، فيعني وأرجو ألا تقاطعيني سيدة ألا حتى أستكمل الجملة والعبارة. أولا يعني خلينا نكون واضحين، هذا الذي حدث في 14 تشرين الأول بصرف النظر عن كل ملابساته، وأعود وأكرر بصرف النظر عن كل ملابساته، هو بالتأكيد لا أحد يظن أنه في مصلحته، حتى الذي يعني الآن يعني ينتشي بالخطاب هذا مقتل. إذا ما أراد أحد من اللبنانيين أن يفكر بهذه الطريقة فهو بالفعل يذهب إلى الانتحار، وهذا ما لا يريده حزب الله ولا يسعى إليه ولم يعمل لأجله ولا لحظة واحدة. حزب الله هو الذي اعتدي عليه أكثر من مرة، حزب الله هو الذي تشن عليه حملات إعلامية وسياسية تخوينية، يعني عندما يقول الآن ضيفك الكريم أن المسيحيين عدوهم الأول من يحمل أفكار متطرفة، من هو الذي يحمل أفكار متطرفة؟ حزب الله الذي يحمل أفكار متطرفة، الذي دخل في الحياة السياسية في البرلمان وفي الحكومات، الذي حمى لبنان من العدو التكفيري ووقف إلى جانب المسيحيين في الكنائس والأديرة، ووقف إلى جانب المسيحيين في سوريا، هو الذي يحمل أفكار متطرفة. ألم يرفع تحية للكنيسة في صيدنايا وفي معلولة حزب الله لو كان يحمل أفكارا تكفيرية أو أنه مشروع إيراني أو مشروع دويلة؟ هل كان لينتظر من بعض يعني الأحزاب هنا وهناك رسالة؟ يعني هو حزب الله ليس مشروعا إيرانيا أستاذ فيصل؟ ليس مشروعا إيرانيا، لكن هذا ما يقوله نصر الله، هذا ما يقوله نصر الله، هو يقول بشكل واضح أنا أتشرف أن أخدم في الجيش الولي الفقيه، ليس هو من يقول ذلك، هو يقول عن نفسه ذلك. يا سيدتي أنتم تقفون عند كلمات لا أساس لها سوى أنها مفردة لها علاقة بالانتماء الديني بالمعتقد الديني الإيديولوجي، لكن ليس له علاقة بمشروع سياسي. عندما قال السيد حسن نصر الله نحن جزء من ولاية الفقيه باعتبار أن هذا الأمر أمر اعتقادي ديني يعتقد به بعض الشيعة الاثنى عشريين في كل أنحاء العالم، وهذا لم يعني لا يعتقد به طيب آخرون يعني من دعنا الشيعة دعنا لا ندخل في تفريعات لهذا الحوار. نحن الآن أمام حدث أمام حدث اسمه اشتباكات الطيون. أستاذ فيصل اسمح لي، أنت لم تجبني. هؤلاء الجموع الذين ذهبوا ليتظاهروا بالقرب من حي من مجتمع معروف للجميع للعالم أنه يسكن مسيحيون، ألا يعتبر ذلك استفزازا؟ أولا ليس المطلوب لا أن يذهب هؤلاء ولا أن لا يذهب هؤلاء، المسألة لها علاقة بالشحن الموجود. لو كان الأمر متعلق فقط بالذهاب فلا مشكلة في ذلك، ليس هناك حدود جغرافية مرسومة على القلم والمسطرة لأن نقول هذا الشارع يسكنه مسيحي ممنوع أن يدخل إليه مسلم، ولا هذا شارع مسلم ممنوع يدخل إليه مسيحي. هذا بالأصل يجب أن لا يكون موجودا في اعتقاد اللبنانيين كائنا من كان، يعني الفكر هل شاهدت الفيديوهات أستاذ فيصل؟ اسمح لي هنا أن أسأل. نعم. هل شاهدت الفيديوهات يعني اللحظات الأولى للتظاهرة؟ هؤلاء الجموع يخطبون شيعة شيعة، يعني هذه الألفاظ ذكرت على لسان المتظاهرين الداخلين لعين الرمانة. طيب يعني أنت بدك تتركيني كمل الفكرة ولا كل لا أنا أذكرك فقط بما حصل؟ لا ما تذكريني، ما أنا يعني سامع مضبوط السؤال وعارف حالي شو بدي أحكي. قلت ليس المطلوب أن يدخل هؤلاء ولا ممنوع أن يدخل هؤلاء، كل لبنان لكل اللبنانيين، شرط أن يحترموا بعضهم بعضا، شرط أن لا يقوموا بالسباب والشتائم. في لحظة ما حدث في عين الرمانة ننتظر التحقيقات. طيب. وقال السيد نصر الله بلسانه أنه بصرف النظر الآن إذا كان هناك من استفز واستفز، من شتم أو شتم، كل هذا لم يكن معناها أن يؤدي إلى إطلاق نار وقتل الناس.
سواء الذين أطلقوا النار من القوات اللبنانية أو من الجيش اللبناني أو من حركة أمل أو من حزب الله، هذا كله يجب أن لا يكون. أما وأن المشكلة حدثت فعلينا أن نعالج الأمور بعقل بارد وليس بعقل حامي، ويخرج أحدهم ويقول لك أننا بصدد مقاومة ونريد أن نقاوم المشروع الإيراني والدويلة الإيرانية، هذا كلام سخيف ليس له أي أساس. طيب من الصحة دكتور خطار، وليس له علاقة بواقع الأمور. دكتور الذي خطار حدث، حدث في 2008. نعم. حدث في 2008. اتضحت الفكرة أستاذ فيصل، حدث اسمح لي بالانتقاء إلى دكتور خطار. حدثت الكثير من الاحتكاكات في لبنان. طيب. لكنها لم تكن تصرف في سوق البازار السياسي على أنها مواجهة بين مسيحي ومسلم. طيب. وبين مشروع قبل الانتقال إيراني إذن ومشروع خطار لبناني. أبو دياب، كله خارج عن الواقع. أستاذ فيصل، سأنتقل الآن إلى طوني بولوس. حدثت الكثير من الاشتباكات في لبنان، هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى، ليست مجانا للبازار السياسي وللمواجهة وللحديث عن مقاومة وعن انتصار حزب القوات. هل هو جاهز لطي الصفحة والنظر إلى المستقبل ورأب الصدع الذي حصل في عين الرمانة؟ يعني سيدة لا، يعني أنا أستغرب من أستاذ فيصل يريد أن يقدم لنا حزب الله وكأنه حزب علماني بعيد كل البعد عن الانتماء الديني والانتماء الإقليمي، وهذا يعني بكل تأكيد غير صحيح. يعني عقيدة حزب الله هي عقيدة إسلامية متطرفة مرتبطة بولاية الفقيه. أكثر من ذلك، حسن نصر الله شخصيا قال أبعد من ارتباط ولاية، قال أنه أكله وشربه ومصرياته وسلاحه من الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الحديث هو موثق على لسان أمين عام حزب الله. فاليوم يعني كل محاولات تجميل حزب الله وإعطائه الصورة الوطنية وانتمائه الداخل اللبناني وتقبله للجميع هي صورة يعني مكشوفة ولا تحتاج إلى تبرير. حتى بدايات حسن نصر الله تحدث عن غزو مناطق مسيحية، هناك تصريح بالصوت والصورة لحسن نصر الله منذ نشأته يقول أن منطقة كسروان وجبيل هي مناطق للمسلمين وأتاها المسيحيون غزاة ويجب تحريرها. هذا كلام يعني لا نفتري به، هو موثق وموجود لا يمكن محوه من الذاكرة، هو نهج حزب الله وهو خطة حزب الله. يعني اليوم يسمح لنا أستاذ فيصل، هذا أمر واقع وموجود. نحن يعني أنا لا أتحدث باسم المسيحيين ولا أرغب في هذا الأمر، أتحدث باسم يعني كل مواطن لبناني. حزب الله اصطدم بكافة المكونات، يعني رأينا حصل في مع الدروز ومع السنة ومع المسيحيين. حزب الله يأخذ نفسه إلى عزلة لأن مشروعه هو الانقضاض على باقي الطوائف، ولا يريد أن تكون جميع الطوائف لديه كأهل ذمة، لا يريدهم طوائف لهم ديورهم وتاريخهم وثقافتهم، يفرض ثقافة مغيرة تماما ويريد أن يفرض لهم أدوار هو يختارها. طيب. يريد أن يبكي بطبيعة الحال رئيس الجمهورية مسيحي ورئيس الحكومة سني وغيره، بطبيعة الحال يريد حزب الله عملاء من باقي الطوائف وأدوات لأنه يعرف مع المثال. طيب. اليوم حزب الله يريد التفاوض مع بصندوق النقد الدولي، هل يستطيع حسن نصر الله شخصيا التوجه الى صندوق النقد الدولي ان يتفاوض معه؟ لا، يريد واجهه سياسيه اسمها حكومه واسمها يعني وزاره معينه للتفاوض باسمه، فيريد. طيب. فلا يريد بالحديث عن الحكومه، يريد عملاء. بالحديث عن الحكومه توني، دكتور خطار، مصير حكومه نجيب ميقاتي، المأزق ايضا الذي وضع به حزب الله رئيس الجمهورية ميشيل عون، إلى أين؟ يعني فعلا لبنان أمام العودة إلى المأزق من جديد، أمام مأساة. يعني نحن اليوم نتكلم عن هذا التدهور الأمني والسياسي والناس تعاني عمليا من غلاء المحروقات. هناك من يجوع في لبنان بكل كلمة من معنى، وإذا كل هذه الأوليات تنسى أمام هذا التجاذب والعراق السياسي الكبير والذي لا علاقة للمواطن العادي به. من ناحية أخرى، حكومة الميقاتي شهران مرة على حكومة الميقاتي من دون نتيجة، هي أصلا يعني بطيئة قبل هذا الحادث، وبعد هذا الحادث أصبحت كسيحة، يعني ستصبح كأنها معطلة مثل حكومة حسان دياب. كانت عين ميقاتي على صندوق النقد الدولي وعين الوزراء على صناديق الانتخاب، الآن الوضع أصعب، هناك انقسام عميق، هناك تكرار لما حصل عند مقاطعة حكومة السنيورة
ولذلك ننتظر ماذا هل هناك من وسطاء؟ حتى الآن لا وسطاء من أجل حتى إعادة العمل بالحكومة. الوسطاء تقصد دكتور خطار يمكن أن يكونوا وسطاء دوليين، يعني الآن هناك يعني دور تلعب فرنسا، دور أيضا تلعب السعودية مع سمير جعجع، ما شكل الوساطة الممكنة؟ يعني حتى الآن وسطاء داخليين، لا أتكلم عن مصالحة بين حزب الله والقوات اللبنانية، أتكلم عن عودة الحكومة إلى العمل وعن مسألة القاضي بيطار. مسألة القاضي بيطار ربما هذا القاضي عند البعض غير مرغوب، ولكن هناك أدوات استنفذت، الأدوات القانونية، أي إمكانية استقالة هذا القاضي نفسه أو إمكانية إقالته أو تنحيته عبر محكمتي الاستئناف والتمييز. من أيام الوصاية السورية جرى تعديل في المجلس العدلي من أجل أن يكون المحقق العدلي له قراره المحكم المبرم، هو يسلم قراره الضني بعد ذلك المجلس العدلي. إذن المشكلة هي قانونية عميقة لكن لا تحل اليوم. اليوم يجب أن يكون هناك عدالة ليس فقط لأهالي ضحايا المرفأ، من أجل أيضا بيروت التي دمر نصفها، لا يمكن أبدا الالتفاف على ذلك. من هنا الخطر الآن أن تعطيل عمل الحكومة مع تعطيل، طب هذا الدور الداخلي الذي تتحدث عنه دكتور، تعطيل دكتور خطار، هذا الدور الداخلي، دور الوساطة، هل يمكن لوليد جنبلاط أن يلعب هذا الدور؟ هو بدأ محاولات، بدأها مع الرئيس نبيل بري، يستمر بها مع الرئيس نجيب ميقاتي، سيذهب لعند الرئيس ميشيل عون. لكن أظن أن هذه المسألة أيضا أكبر من الفرقاء الداخليين، هي مسألة في العمق وهي مسألة خيارات. في النهاية أعتقد أن قلق حزب الله، جرت محكمة دولية، أدينا عنصر من حزب الله، لم ينفذ القرار. يعني حتى لو صدر قرار من القاضي بيطار لن ينفذ. علي حسن خليل أحد الذين صدر بحقهم قرار يتنزه في بيروت. إذن المسألة ليست بهذه الضخامة، يجب العودة إلى الهدوء بمعنى أو بآخر. أيوة، هنا وهنا ربما يعني يمكن العودة للسؤال الأول والمربع الأول، إذا لماذا هذا التعنت إن كانت المسألة ليست بهذه الضخامة؟ للأسف لم يتبقى لدينا وقت. دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لفيصل عبد الساتر المحلل السياسي كان معنا من بيروت. الشكر لتوني بولس الصحفي والمحلل السياسي كان معنا من بيروت أيضا. شكرا أيضا لضيفي أستاذ ريشار قومجيان كان معنا من بيروت، المسؤول في حزب القوات اللبنانية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.